أهلا وسهلا أهلا وسهلا، ورح بق البحصة تقدر أحكي هالشمعة إلكن، وكلنا منعتذر منكن، كلنا يعني كلكن يعني كلكن، ومعكن حق وسامحونا. ما حدا عم بيذكركن، ما حدا عم بيشكركن، نحن حاطينكن إنه أنتو معاقين متخلفين مشوهين ما لازم تظهروا بين الناس، وهيك صار وقت اللي انتخبوا كندي رئيس جمهورية أمريكا. كاتوليكي هي، شو صار وقت اللي عالافتتاح جاب أخته؟ كلهم استحوا وكلهم خجلوا من نفسهم اللي سبوه. وهيك منقدم لك شكر إليك منيرة الصلح، أمي وبي وكلنا وأنا وكل واحد منا تهذبنا من وراك، ومرة على هالتلفزيون طلعت بنت معي قلت بدق موسيقى بتحكي أكثر من لغة، ما فيني إلكن هالبنت ما رح أذكرها بقى خلص. صاروا يرشقوها بالحجار بصوفر، وهيك نحن بالضيعة. كان جريس بيسعور قالنا لأبونا هيدا ساكنه شيطان، كان معه سل أيامي، كان في سل وكل واحد يسعور رشقوا بالحجار. وكان عندنا صبي معنا بالصف، عم بحكيكم من شي 70 سنة 75 سنة، كان يجي ماشي من كفر حلدة عدومة من أبو شليلة شلالات تحت، ما إجا ما إجا، وين راح؟ في شيطان أكله. هيك كنا لأنه بيسعد معه سل ونصدق. أبونا قال هيك، أمي وبي قالوا هيك، الأكبر منا نحن صغار ما بنفهم. نعم، أكثر من إيميل إجاني وناس وحكوني مريم يعني ليش مهمشين بأمريكا؟ إذا في تنقول محطة تلفزيون أي مؤسسة بيدفع ضريبة أقل 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 ومن سنده كلنا، بيجي بيشتغل معنا بالتلفزيون هو وإنت وكلكم. والصغار على ايام السيد موسى الصدر، الاب عفيف عسيران، كلنا نروح كلنا كلهم نعتذر منهم، ما بنشحد عليهم للصغار وللكبار وللختياريه. هول محرومين، محرومين من الاحترام، محرومين من المحبه، محرومين من التقدير، بسببنا اجوا مشوهين ومختلفين. وقت لهالجنين ببطني انا حبلي وقاعد عم بتفرج على حمير السلطان وعلى هالمسلسلات وعلى القتل والضرب وفاطمه ومدري شو كله واغراءات وبأرجل وباكل وبشرب وبحش، شو بيعمل هالجنين ها؟ بينظفني، هو طاقه الذكر اللي فيي، يونج انرجي الكلاين، وانا اسيدك بحكي شويه علم هلا. سو مثل السفنجه هالجنين بمص من امه، خلص بياخذ منها الخوف الرعب كلها. شو بدك اياه يطلع يعني؟ بتضيع عنا اذا كان في مره حبلي وميت حدا بيدومها. ما تخلوا انجيل تعريف، ما يدقوا الجرس، لان انجيل حبلي، انجيل عم بترضيع. وين صرنا؟ طلعوا عدومها الامراض والمستشفيات والمشوهين والمعاقين والمخلفين والمختلفين بسببنا كل شيء عم بصير. قول الحق علي الحق علي الحق علي الحق علي، ما فيني غير العالم، بدي غير بس نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي. طيب قطع نفسي بس ايها العربية تقرا. انا عشت معهم ما بقدر انسى بلندن، هيك اطفال نلمهم من المستشفيات عن الطريق وهيك، وبعدين فات الشر وقال ايه مثلا الولد مشوه هيك شيلوه
ثلاثة شهور أربعة شهور ويعملوا منه كريم. معقولة هاي؟ معقولة تشوفوا ناس بيعملوا شوربة فيها جنين؟ كيف عم نعملها هاي؟ كيف فيكم تاكلوا طفل جنين؟ حطوا فلاش ميت مان ميت، ما بيصير. قال الإمام علي بطونكم عم تملأوها جيفة، ما حدا عم بيحلل اليوم، ما حدا حلل إلا الحبيب محمد وقليل كتير من البدو عملوا ساينس اوف ذس تحليل، إنه تعملوها ترانسميوتيشن ترانسفيجوريشن، تحولوا المواد الحيوانية إلى مواد نباتية. هي تجي المعزية اللي عنده لمحمد وتحكيه وبيفهم عليها. نحن ما بنفهم لغة الطبيعة. حط إيده عليها مش سكينة. وقت اللي كانت البسينة نايمة أصلا البردة خليها تنام. الإمام علي بكي وقت قالت له النملة دعست علي على جانحي. هيك ما بنحترم ومنبيعهم تحت لي. معقول وصلنا لهون؟ إذا عندي أنا موظف ومات هو من بلد غير لبناني غير عربي مدري وين بالمستشفى بيدفعوا لك تهني قال يشرحوا، عم بيبيعوا أكل، بيبيعوا لحم بني آدم. حضروا فيلم دايت فور نيو أمريكا. خلاص اليوم في إنترنت، في صور بتجي بتشوفوها، نحطهم على برامجنا. أنا ما راح يجوا لعندي أطفال وحطهم أولاد صغار، بتمنى ما نشحب عليهم، ما نعمل مؤسسات إنسانية لإلهم. ما بيصير. كل واحد منا يشوف كيف عم بيتعاملوا وكيف عم نعاملهم. هيدي صورة لإلي، مش إنه يلا أعطيت صدقة لهون أعطيت زكاة لهون، لا أنت روح شوفون بالحي من أماتهم وبياتهم وكيف عم بيتعاملوا معهم، ساعدوهم. أنا كان عندها مرة بالحي وثلاث أولاد هاي، بعدين إجوا أخذون السوريين والسريين نحن بالسويد، منيح اللي صاروا هونيك. خبرتكم في واحد منهم بحب سلمان فلان جيدتين بأبوه، قلت له لا قال غبر هو غبر لأنه غفر، وقال لي مرة تأشري له قال سعدين، قلت كيف بدي أشيل سعدين لسلمان فلان جيد، قلت له إيه، قال لي هونيك أنا نقيلك ميتين ما من جيد. سألت حدا عندك سعدين؟ بتعرفي حدا عنده سعدين؟ قالت لي عندي ثلاثة، ثلاثة بعشر دولارات شي، تادي بير بس شكل سعدين، بحب سلمان فلان جيد لأنه غفر، عندهم غفران، عندهم رحمة. بلندن عشت معهم لأنه الأوضة رخيصة عندهم، تنام عندهم. هني أساتذتي ما كانوا يعيشوا أكثر من سنتين ثلاثة أربعة، في واحد عاش 16 سنة. بشكر رهبات البتيت سور بسببهم رحت تعرفت على آن سويتمان، ونصير نروح نلمهم المستشفيات يكبوهم بالزبالة. ما بيصير. ومرة البيت اللي أنا فيه ثلاث طوابق هيك ما بيقنص سير بالدرج، قلت لكم يوم على أتستوزطهم بينطوا بلا إيدين بلا أجرين بلا عين، أشكالهم غريبة ونايمين بالفرشة قد ناموا معي. ما بدي انه انا ما بحب نام معكم، قلت له انا بحب نام هيك بالعرض. ننن ويتو لاف شو ما اقول افهم مني. بعدين في واحد بك عرف اني انا خايفه ونزلوا لحقته، وقعدت انا وياهم تحت وسهرنا كل الليل. قلت له كنت عم جيب لهم اكل، قال لازم ياكلوا ماكروبيوتيك، لقيتهم هن العلم وهن الفهم. بدنا يطلعوا على اي محطات تلفزيونات، انا بمون على
اسمه جو معلوف. لأنه صغير، لأنه هيك وجه طفل وكله عنده برنامج أنت حر، بيجي لعندكم وما بيعرفوا ذكر وأنثى، ما بيعرفوا. بيقول لي في يعني ومن مرة، قال له هيك آدم إز إيمان. وأنا كنت بدي أعلمه إيه إنه في رجال ومرة، ما بيعرف في رجال ومرة لأنه بيحكوا بالإثاريك بادي، ما عندهم، ما بيحسوا بهالجسد، بيحسوا بالتاني مثل كيريون فوتوغرافي. سو شو ما قالوا نعم هني معهم حق، معهم حق، معهم حق، نعم يو آر رايت، يو آر رايت، ثانك يو. طلعوا نحطوا معنا، بس يكون في حفله في ناس سهرانه، في ناس عم بتزقف وتقعد، هني كمان ما عنده ايد يزقف، بزقف باجره. حضروا ماي ليفت فوت، ما في شيء بيتحرك الا اصبعتين هون بس، كله ما بيتحرك. حطت له ريشه هون صار يرسم، ما تقبله الا تجوز يلي علمته الرسم. بس اجت ملكه انجلترا تتزوره صار يبهدلها، يحكي هو لهيته زعلانة، قالت لا عم بيقول انه بحبك، قال لا اذا ما بتقولي له شو انا عم بقول بدي طلقك. قال له اركلنا فقراء وعايشين على السطح ما جيتي، بس هلا رسماته كثير غاليين كيف فان جوخ هيك كمان. بيتهوفن كانت امه بدها تطرحه، ليك شو طلع، واخوته كلهم مشوهين. فاذا نعرف انه هالجنين بسبب خلقه كامله نعمه زايده، ما بقى في خلقه كامله، كلنا اشباه البشر. الحجر، الطير، الشجر متكاملين ومتواصلين مع بعضهم، نحن السبب. ما بقى في انسان مع انسان، راحت الانسنه الالهيه اللي فيك وفيي. مرق واحد عندنا بالحي، قام واحد لبطه راح على الدرك فاتوا فيه، راح لعند هديك فات فيه، عند هديك رجل دين فات فيه. قال له ما ينوم بدي يجي لعندي. قال لي انا من اعرج، انا ماني اعرج، انا عم برقص، انا ماني اخرس، انا بغني. اسمعوا له عدوا حدهم، ما تهتم في انه هو معاق، لا بحب هو يقوم يروح يجيب شيء ضيفك، تركه يروح يمشي كيف ما مشي، تركه هو طبيعي هيك طبيعته. بس قاعدين نشحد عليهم، لا يجوز. هيدي اشهدوا مش اشحدوا واجحدوا، بسببنا. ما تتمنى لأي أم أو أب أو إنسان يجيب واحد مشوه. مرة إجت أم لعندي أنا على الأشرفية على بيتي مع ولد، قلت لها ليكي أنا شفته برا هلا صرت أعرف، أنا رح آخده وكبه من الشباك. قالت لي كبيه، قلت لها لأنه مش ولدك. قالت لي لا مش حد عليه من الجنوب، بس هلا صاروا عم بيضربوني. قلت لها لأن صاروا بيفهموا، كيف لما يتيه عم تشحد عليه؟ ومين هو؟ وين أهله؟ أنا مني مع القتل، لا فري ليفينج مني معه. برا في مؤسسات خدمة إنسانية، نحن بندفع الضريبة لإلهم مش للدولة، مش للسلاح، مش للإف دي إي، بندفع دوبل مرتين. بنعرف كيف نطوي القانون، حطوا باتش أدمز، ما بيبعت ايميل باتش، بيبعت لي كتيب وكتب وهيك، انه ما بيتعاطى بالتكنولوجيا. بتركهم يعيشوا بسلام ويموتوا بفرح، ريجويسينج يا حبيبي. انا مره عملت لهم تبوله وهن بدهم يعملوا لي هلا تبول، شافوا فيها احمر تبوله، ما عرفوا هاي بندوره يعني شيء احمر، حطوا فجل. شافوا شيء اخضر حطوا كوسه. ما فيني لكم شو كانت طيبه، اطيب من اللي عملتها انا كثير.
من قلبهم يعني. هيدا نزلت محط وحط فيها محل شيء. في كتير بياكلوا محطتهم. جاك شيراك الولاد الام وقت اللي عطيتها الملكه للخادمه عندها طلعتيها لاجمل طفل عطيتها لولدها الكبير قالت لها الصغير تا يكبر والغايب تا يحضر والمريض تا يشفى هول اللي بحبه ما بتفرق الام والبي بين الاولاد وما منعامله انت معاق لا يتحرك شيء اللي بيقدر يعمله يعمله مثل ما بيحكي ذكر انثى ما بيعرف ما بيعرف ومعه حق ومن كل شيء ذكر وانثى هيدا الشيء هو منه شيء مره انا مطلعه اني لان الماء ما في كهرباء قال لي بأي قلت له خمسه هي طابق وصلنا على الثالث أي خمسه قال لي ما انت حماره معه حق مع احترامي للحمار صرنا نقول انت بهله قال لي صرنا طالعين والاثنين والاثنين they live the moment the now بيعيشوا اللحظة ما عندهم تاريخ وما عندهم مستقبل now or never هون قوتهم الماضي مضى والمستقبل غريب الآن هو الزمان والمكان والميزان بالإنسان ما عندهم خريطة هي خربطة الطريق مش خريطة الطريق خبرتكم من مد حملي واحد ونزل في على السوديكو زحطت ما بدي انه انا يجي انا اجي فوقه خليه هو يجي علي صغير صرت اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هيك هالكلمة انا هيك سابقتني بالضل تكروش ما بيحكي غنى كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله البعد عنا الله كلام غريب الحمد لله الحمد لله الحمد لله عنا الله بصوت جميل طلع فيه ما فهمت شيء بس كيف طلع هالكلام منه وقت النو مايند ما في فكر الذكر بيطلع شفت إشارات كثيرة أنا بنفسي بحياتي وبحياة غيري برا مرة واحد بأمريكا كنت أبهل من هلا بكتير عمل شيء هو هيك قال لي God revealed to me ما فهمت إنه شو يعني God revealed الله أعطاني رؤية فشفت شيء إشارة بإشارة هون بحب أتذكرك وسامحني 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 من طرابلس من بيت الجسر بناية حلوة كتير هيك موديل قديم حجر وفيها واحد من بيت الجسر أمه هون ساكنة وأخته وخيه هون وهو معهم كمان بس أنا بحب روح أعيش بالمقابر هونيك بسمعهم بيحكوا أنا ما فهمت عليه تخيلك إذا بعدك موجود خبروني عن حدا بس تجي على طرابلس عم بيحكي بهالموضوع الميزان في القرآن الكريم ورفع الميزان بالإنسان قالوا لي ما بيحكي للناس كثير فيها سرية إذا في صوفية يا أخوتي كانت بطرابلس الأرمن آخر شيء تركوا من طرابلس بحيث ما كان في فرق بين الأرمني والسني والشيعي والكاثوليكي والبروتستانتي أهل بي بطرابلس بس اليوم هالجهل اللي وصلنا ليه انه هيدا معاق وهيدا مشوه وهيدا ننتبه دخيلكم اليوم تكون هيدي للرينبوز لإلكم خبرتكم مره
انه ما في رينبو بامريكا، مين رئيس جمهوريه امريكا؟ قلت لهم لهم 30 سنه ها، من 20 سنه قلت له يا البحصه. هني قوس القدح، هني كل الالوان، حس ما بيحكوا من هون. من لب القلب، the core of the being. احضروا A Diet for New America. فيديو تاني على الموقع بايو انرجي، بتشوفوها كيف هالبنت صحت بمجرد مئتك حط ايده عليها. صلحت الطاقة فيها هون هيك. في امرأة بأمريكا كمان اسمها أما، هيك بتغمرهم بس. ماشي طاقة من أم لولد لحفيد، من نور للنور. نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، يساوي الأب في الجوهر، يا حي يا قيوم. اليوم ميت شو عم بيحكي؟ بقراها بعدين معيها عن كلمة أم، أو أم، قيوم، يا حي يا قيوم، هيدا أعلى مقام فينا. لا بقى نقول مسلم مسيحي، مشوه معاق، كلنا خلقنا أحرار، كلنا اللي عم نحكي على الإعلام نحط حل يا أخوتي. بس حلو النشر بس حطوا حل، الحل موجود هون، اعقل وتوكل. الحل قبل ما نرحل، قبل ما ننحل، الآن هو الزمان والمكان. نابليون يلي لبسها هيك لأن هيك أنطوانيت بدها، قال لها نض في رحمك 20 سنة قبل ما تخلقي. هاي كلمات أخذوها من علماء يلي ورثته الأنبياء. أنا مني مع علماء 1 و1 و2، 1 و1 و1 مثل الخوارزمي وابن سينا يلي ما درسوا بمدارس ابدا، ما دارس، ما تيس، ما بدي اياهم. اليوم الضربه الكبيره على العالم العربي وعلى المسلمين بنوع خاص. اذا قتلتوا كل المسلمين، الاسلام هو الفطره، هو نظام الكون، هو هالتناغم بهالخمس فصول اللي موجودين فيك وفي. مشان هيك وقت قال لهم الصلوات لازم تكون 55 55، بسورة صاد في 55 صاد، صلاة وصلة وتواصل وصدع وصورة و صار ينزل 5، قال لهم لا ما بقى فيني من الملك. كلنا عنا هالتواصل. هلا في كتير عم بيخلقوا، مش 5 6 عم بيشلوه، ولكن قريبا ما بعرف بعد كم 100 سنة وكم 1000 سنة رح يكونوا 9 star key بالكتب العلم هاي اللي فيها 1 and 0، رح يكون في 12 نجمة، لأن عنا 12 مسار، 12 نهر متصلين بهالكواكب وبهالمجرات. وفينا انطوى العالم الأكبر يلي عم بيكبر، عم بيكبر. ربك فكبر، ربك فكبر، مودته تدوم، مودته تدوم. اللغة العربية لغة شعر، one hand clapping، ايد وحدة بتزقف، يمين يسار، يسار يمين، ابجد هوز، 1 2 3 4، علم الزوايا. هالعلم عند اكثر الصوفيين موجود، النقشبنديين، وقالوا لي موجودين بلبنان، وبحب اتعرف عليكم. بحب لاقي جميعا. فتشت ورحت ورحت على الشوف بقحاطها وقالوا لي في جماعه هون، لا ما بدي يجي حدا اجنبي يعلمني يوغا، ما بدي اياها. ما بدي انا اي بيلونج تو يو، ما بدي هون. أنا حبيته بس إجا رافي شنكار على لبنان وهيك، بس قلت له احكي لغة أهل الدنيا، أهل البلد. بتتعرفوا شي نهار على جاد
بتشوفوا شو هالشاب هو ورفيقته شو عم بيعملوا، بيهتم فيه، بتمنى في شي بيت بلبنان يكون في زريعة ويكون في جنينة، بيكون هو الحارس وبيهتم بالزريعة وبيهتم بالجنينة وبيهتم بإخوتنا. تعرفت على شاب عنده يعني بيجي واحد بيقتله هيك بلبنان، بتخنقه خيه بدل ما يقتل خيه، قوص يوسف، يوسف فاتت فيه هون وهون رصاصة انشل، بس قام ووعي وصار يقدر يمشي، راح اعتذر، اعتذر من اللي قوصوا شيلوه من الحبس، هيدا خيي وعم بيجربني. في ناس هيك بلبنان. بشكرك يا يوسف، استاذي انت. هي اول مره نمت ببيت نحن سبعه، اوضه صغيره قد الحمام، خدنا حرماتنا معنا تغطينا ونمنا، وشفت شو هالطاقه القويه عين سعادة، رئيس بلدية عين سعادة، بتمنى تتعرف على جاد وتقدموا له أنتم، مش ياخد كوخ ويدفع أجار يعار العالم، يعار العالم إذا بتشوفوا جاد وكورين شو عم بيعملوا، بعلمون طبلة بيروحوا على الحبس، بعلمون الناس هيك شو بتحب تتعلم، شو بتحب تكون أنت، ما في ناس معاقين، ما في ناس مشوهين، نحن وي آر ديفرنت بس، وانت اقوى مني يعني. سو بطلب من كل المؤسسات التجاريه، المول، التلفزيون، انا طلبتها من تحسين خياط شخصيا انه هذا ما في يطلع الدرج بيفتح لك باب الانسانسير، هذا ما في يفتح لك هكذا، بيشتغلوا معنا على القليله، بس تشوفه وتقول الحمد لله بيذكرك بالنعمه اللي فيك، عددوا النعم اللي فينا كل يوم، ما فيكم تعدوا النعم ابدا قد منا كثيره. انت ما عندك سرمية، هو ما عنده اجرين، والاجر من الله.